الله الرحمن الرحيم. لقاء موعد، والنهاردة هنتكلم عن شخصية كلنا بنحبها، وهو الرئيس صدام حسين شهيد الغدر والخيانة. ما تفضلت ساعة كلمة علينا عن والله أضاعة الأمريكان، فلا تقدر لا أنت ولا أبوك يجيبني إلى مكان مثل هذا. احترم نفسك. احترم نفسك أنت. أنا محترم نفسي. أنا قاضي. من يحترم شنو هذا؟ الرئيس صدام حسين المجيد هو خامس رئيس لجمهورية العراق والأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية في الفترة ما بين عام 1979 لحد يوم 9/4 عام 2003 بعد عملية الغدر والإطاحة به من قبل قوات التحالف الدولية الغربية التي أتت لنهب ثروات العراق. وكان نائب رئيس العراق وعضو القيادة القطرية ورئيس مكتب الأمن القومي العراقي بحزب البعث العربي الاشتراكي من عام 75 لحد عام 79. الشهيد صدام حسين أسد العروبة من مواليد يوم 28/4 عام 1937، ولد في قرية العوجة التابعة لمدينة تكريت. وطبعا كلنا نعلم أن العراق عاش أحسن عصوره في عهد الرئيس الراحل الشهيد صدام حسين، وكانت العراق الشقيقة تعيش في أرقى الرفاهية والمساواة والعدل، وكان يعتبر أحد أهم الرؤساء الذين أحبتهم الشعوب العربية عما كان يفعله من حب للعرب جميعا. وحتى لا نطيل على حضراتكم، اختصرنا هذا الكلام ليعلم الجميع أن صدام حسين في قلوبنا رغم الحرب التي أتت للإطاحة به ونهبت ودمرت ثروات العراق الشقيق. ما يحام المحكمة راح تدقق في الأمر وتسهل لكم. هاي بس احنا راح ندقق، لكن العيب على أصحاب العيب عندما تكون بديهم القرار ويهينون الإنسان. ماكو إلا، لكن أنا سنايدك وسنايد العراقيين والله جبال الدنيا ما تهيني. وكما رأينا المحاكمة الهزلية من قبل قوات التحالف الغاشمة التي قضت بإعدامه غدرا وبدون وجه حق، ولكن صدام حسين المجيد سيظل أسد العروبة في قلوب الأمة العربية واسم مخلد بالذهب على مدار التاريخ. رحم الله الشهيد البطل صدام حسين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي.